ما عاد رداء هذا المسعف المعتصم في ساحة الجيلاني في بغداد أبيضاً كما كان، فقد تلطخ بدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذه الساحة بنيران القوات الحكومية والميليشيا. نزلونا على الجسر، قالوا نزلوا نزلوا نزلوا، احنا نزلنا عود، قالوا ما نسوي لكم شيء، وظلوا يضربون علينا دخانيات، ولزموا من يمنا جماعة هناك تقريبا 30-40 واحد لزموهم هناك، ظلوا يشمرون بهم يكثرون بهم ويشمرون. المتظاهرون المعتصمون في ساحة الجيلاني والذين تضاعفت أعدادهم تزامنا مع انتهاء مهلة الوطن، واجهتهم القوات الحكومية والميليشيات بالرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف، حتى غصت أرض الساحة بدماء عشرات الجرحى منهم. إطلاقات حية مع مسيل الدموع، وكثير من الشباب والضحايا وقعوا، والآن صعدنا بأحد الشباب الإسعاف ومخه واقع بالقاع. القمع الحكومي والميليشياوي للمتظاهرين والذي تصاعد بشكل كبير مع انتهاء المهلة لم يبعث الخوف لدى المتظاهرين كما أريد منه، بل كان له تأثير معاكس، حيث ازدادت أعداد المتظاهرين في الساحة واشتدت عزيمتهم وارتفعت أصواتهم عاليا من جديد تطالب بإسقاط نظام سلبهم وطنهم لعشرات السنين ويسلبهم اليوم أرواحهم.